بلغة الألوان يتحدث محمد، فهذه الكلمات هي الأكثر حضوراً من خلال أحاديثه. أحمر، أبيض، أسود وغيرها من الألوان هي التي تسود في نقاشاته منذ طفولته وإلى اليوم، فهو شاب يهوى الرسم ويؤمن أنه رسالة، حيث يأمل بريشته أن يشق طريقاً للنجاح وأن يوصل لغة الحب والسلام للعالم. هواية الفن والرسم في الطفولة كانت كذا، وبعدين نميتها مع الأيام. وطبعا الحمد لله كمان أهلي ووالدتي ووالدي كمان شجعونا في الرسم دائما. الحمد لله رغم أن ظروفنا قليل نقدر نشتري الأدوات هذه، ورغم سعر غلاءها الغلاء الكثير يعني، لكن نحاول نشتري ونجمع مالنا الخاص ونشتغل أي شغلات كذا خارجية تجينا إحنا بسيطة، نشتغل نجمع نشتري ألوان، وفي البعض كمان ما عنده قدرة إنه يشتري المواد هذه. ليس محمد وحده من يعتبر الرسم جزءا لا يتجزأ من واقعه، إذ يشاركه في ذلك العديد من المبدعين من الذين ملأت لوحاتهم أرجاء هذا المرسم الحر الواقع في مديرية التواهي جنوب العاصمة المؤقتة عدن، لكن حال الرسامين والمبدعين كحال هذا المرسم تماما، حيث يفتقر جميعهم إلى الاهتمام والرعاية والدعم الكافي لمواصلة المشوار في تحقيق أحلامهم. انقطع علينا الدعم خلال الفترة الثلاث سنوات الأخيرة من بعد الحرب يعني، والآن لم نستلم أي دعم، وهذا بجهود الشباب يعني والإدارة اللي في المرسم نحافظ على المكان واستمراريته إلى جانب عرض الأعمال للفنانين والمجهود بمجهود ذاتي. هذه الأنامل التي نسجت لمسات مرهفة في عدد من اللوحات تحتاج إلى كف يمتد لها لتتمكن من المشاركة في الفعاليات العربية والمحافل الدولية، وحتى لا يموت الشغف لدى هذه المواهب التي طال انتظارها.